ننتقل دلوقتي بقى من الفيجن للهيرنج. الهيرنج برضو نفس الكلام، احنا عندنا برضو لازم نحدد احنا يعني البرسبشن بتاعنا للاصوات بيبقى عامل ازاي. احنا عامة في عندنا كيرف كده بيحدد لنا الثريشولد اوف هيرنج بتاعنا لكل فريكوانسي بتساوي كام. طبعا احنا ممكن اي ساوند في الدنيا نعبر عنه بحاجتين، الساوند انتنسيتي والساوند فريكوانسي. اوكي، اللي بتكلم على الساوند انتنسيتي دوت بيبقى يعني له علاقه بالديسيبل، يعني ممكن نحطه على الديسيبل رينج كده بحيث يدينا الانتنسيتي ليفل بتاعنا بيساوي كام. والفريكوانسي بتبقى هي نفسها البيتش، ساعات بيقولوا على البيتش. فبيسك بتكلم على الانتنسيتي ليفل بيختلف، يعني بيختلف عن يعني عند كل فريكوانسي عن التاني. يعني بتكلم مثلا لو انا عندي 100 هرتز يبقى معنى كده محتاج 40 ديسيبل على الاقل عشان اقدر اسمعه. لو بتكلم على 1000 اوكي بتكلم، لا بتكلم ان عند 1000 ان انا محتاج مثلا 0 ديسيبل، يعني يبقى حاجه بصوت قليل جدا عشان اقدر اسمعه. اوكي، فمعنى كده ممكن اسمع حاجه عند ال 1000، عند الفريكوانسي 1000 هرتز 100 مره اقل في الانتنسيتي عن اللي عند ال 100. اوكي، ويبقى هما الاثنين اولموست زي بعض بالظبط في الايه، في الليفل. اوكي، لما بنعلى بقى بالليفل بتاع الانتنسي بتاعنا بيبقى في عندنا حاجه اسمها ثريشولد اوف بين. اوكي، يعني ممكن بعد كده يبقى مؤلم بقى، يعني هنلاقي طبعا ده في ليفلز عاليه جدا، وده يبقى ممكن يسبب لنا بقى لو احنا بنسمع صوت عالي عاده بيبقى برضو ساعات ممكن نوصل ان احنا نتالم من الصوت العالي دوت، فده طبعا لازم ناخد في اعتبارنا ان احنا نبقى بعاد عنه خالص. بنعرف تو ميجرز، حاجه اسمها الفونز وحاجه اسمها السونز. اوكي، الفونز ده هو اللاودنس ليفل، هو عباره عن ميجر للتون انتنسيتي كومبيوتد از ساوند بريشر ليفل in decibel of a standard 1000 هرتز tone. يعني بشوف انا دلوقتي لو عندي يعني ستاندرد 1000 هرتز، يعني في عندي ستاندرد تون كده 1000 هرتز، يعني فريكوانسي بتاعتها 1000 هرتز، يعني عند النقطه دي كده. اوكي، نشوف الساوند ليفل بتاعها عباره عن ايه. اوكي، عند يعني عند ال 1000 دي، يعني ممكن لو هي هنا تبقى اكيد اقل من هنا واقل من هنا واقل من هنا واقل من هنا واكيد اكتر من هنا. اوكي، فبتكلم على الليفل اللي هنا كام بقى، يعني قياس للساوند اللي جاي دوت عند ال 1000 هو الليفل بتاعه هنا في الخط ده بيساوي كام بالظبط. السونز بقى او اللاودنس هي عباره عن ميجر ريليتيف ساوند انتنسيتي وير باي 1 سون از ذا لاودنس اوف 1000 هرتز تون ات 40 دي بي اس بي ال. يعني بتكلم على ان انا باجي هنا كده اوكي واشوف ان هو يعني الصوت اللي انا سامعه بالنسبة للصوت اللي هو بتاع 1000 هرتز، يعني فريكوانسي 1000 هرتز بانتنسي 40 ديسيبل، اشوف انهي واحدة فيهم اعلى. اوكي، فدي لها علاقة بال يعني بقيس الحاجة بتاعتي ريليتيف للحاجة المحددة جدا دي واشوف هي دي قد ايه منها، بحيث ان انا اقدر ان انا اقدر اقارن بينهم واشوفهم عبارة عن ايه. فده طبعا في الاخر بيبقى ريليتيف ميجر، يعني بيبقى ده على ده، يبقى في الاخر بيبقى رقم ملوش وحدات، فبنقدر ان احنا نميز بيه الحاجات بشكل واضح. يعني مثلا لما بتكلم على different مثلا different يعني stimuli، لا يعني sound stimuli او audible stimuli، ممكن يبقى كل واحده فيهم لها different loudness او sounds بناء على هي نفسها relative للنقطه دي بتساوي كام. اوكي، يعني مثلا بتكلم على البيشنت روم at night، يعني في ده recommended يعني ان هو يبقى loudness بتاعها اقل من نص. اوكي، لو بتكلم على residential areas اوكي inside، يعني residential areas يعني الاماكن السكنيه جوه البيت، المفروض انها تبقى حدود واحد. اوكي، لو بتكلم على البيشنت روم during the day اوكي ده برضه recommended بيبقى 1.3. لو بتكلم مثلا على حاجات مثلا ممكن نتكلم على الالارم سيجنال بتاع الاي في بامب الانترفينس بامب اوكي، لا بنتكلم على ممكن تبقى 99، يعني شايفين رقم كبير ازاي، ده رقم كبير جدا نتيجه ان احنا عايزين نجذب الانتباه بتاع الايه، بتاع اليوزر او بتاع النيرسينج ستاف اللي موجود عشان ياخدوا بالهم انه في مشكله. اوكي، لو بتكلم عن هوسبيتال بيبر ده معناه ان هو اللي هو اداه النداء بتاعه المستشفى، بنتكلم عنها 127 تبقى اعلى كمان عشان اليوزر برضه ياخد باله حتى لو كان في نويزي انفايرمنت. لما بتكلم على الاوبريتنج روم البيك بتاعها بيوصل 164. مكنه الام ار اي طبعا مكنه الام ار اي من جوه بتعمل صوت عالي جدا نتيجه للسويتشنج بتاع الجريدينتس، بنتكلم على 222، يعني شايفين الفرق قد ايه بين ده وبين ده، يعني ممكن يبقى فيه فيري هاي ليفل اوف نويز جوه الام ار اي. فعشان كده في جوه الام ار اي لازم نحط اير بلجز، نحط سدادات اذن علشان ما يبقاش فيه مشكله بالنسبه للشخص اللي جوه ده ان هو يبقى حاسس ان فيه يعني يبقى متالم من الدوشه اللي موجوده زياده دي. ففي حاجات كتيره جدا الحقيقه نقدر ان احنا نربطها بالسونز عشان نقدر نلاقي ديسكريبشن بشكل يكون ايه، بشكل يكون يعني لحد ما ستاندردايزد.